السلام عليكم. اليوم حنتكلم على واحد العملية تاع زبر الأشجار وتقطيعهم للاقاش دي زارب في المحيطات الحضارية، وهي لازم تكون في جميع الأماكن الحضارية. لازم الأشجار تتزبر وتكون فيها عناية. وهنا نلاحظ واحد الماشينة هي ترحي هذه المخلفات نتاع قطع تاع الأشجار، وترحيها وترجعها إلى سكون أبال أن تيرو، يستعمل في تقوية التربة وإعطائها بعض المغذيات بالنسبة لزرع النباتات والتشجير وعمليات الإخضرار في الأماكن العمومية. وهذا كل هذه الأعشاب التي مرمية هنا على الرصيف، وهي سترحى في هذه الماشينة، هذه ترحيها وتستعملها كمخصب عملية